ندد بتصرف وحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وكن على ثقة بأنه سيكرر التصرف نفسه. هذا ما صار مع مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة الذي يؤوي قرابة 30,000 من النازحين الفلسطينيين، وعاود جيش الاحتلال حصاره وقصفه قسما قسما. بلش بقسم الطوارئ، نزلوا الشباب وصاروا بالآخر في شوية شباب ما نزلت، لما الشباب هاي ما نزلتش صاروا بالإعدام يعدموهم، يعني إنه إذا أنت ما نزلتش أنت مخاطر على حالك حنعدمك إعدام. بعض من كانوا محتمين داخل أبنية المجمع استطاعوا الفرار منه متجهين إلى جنوب مدينة غزة في وسط القطاع بالقرب من ساحل البحر المتوسط، ورغم أنهم لا يعرفون كيف سيحصلون على حاجتهم من الطعام والشراب قرروا الخروج من المجمع، لأنهم بالفعل ظلوا 3 أيام داخله دون أن يتمكنوا من إطعام أطفالهم تحت الحصار. حصرونا عدة 3 أيام بدون مية بدون أكل بدون شرب، عنا أطفال 3 توأم مش عارفين ندبلهم مية للشرب عشان الحليب، مش عشان الكبار عشان الأطفال، يعني خافوا تلمسوا مش عارفة شو بدي أقول أكثر منك، مجاعة هناك يعني وضع سيء كثير فوق ما تتخيل. 3 أشهر مرت منذ حاصر جيش الاحتلال نفس المجمع الطبي بدعوى تطهيره من عناصر حركة حماس، وتعني العودة الآن لحصاره وقصفه في رأي مراقبين اعترافا من إسرائيل بأنها فقدت سيطرتها المعلنة على شمال القطاع، وهو ما دفع البعض إلى وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها تبدو أبدية.